شنو عندنا؟ عندنا هذا ال بيتيكولوس هيومنز، شو اسمه هذا؟ هذا الفيميل. زين احنا شلون نعرف شلون نعرف هو بيتيكولوس هيومنز؟ شو اسمه راح يكون طويل وقصير، بينما عندك ال شو اسمه البيتيكولوس هيومنز راح تكون هي راح تكون طويله ورفيعه. زين شلون تعرف فيميل او ميل؟ من البوستيرا بارت مالتها. اذا نجي على البوستيرا بارت مالتها، شوف شو ركز شلون صاير. شوف صاير نوتش مو مثل الميل، الميل ما يكون هيك شيء. اذا هاي من تشوف هاي النوتش هيك صايرة، قبل تقول هذا بيتيكولوس هيومنز فيميل لابس. اوكي هذا هو.